Bonjour mes chers élèves, les premières bacs sciences maths, donc 1 et 2, donc deuxième partie de l'étude fonction. Bien sûr, je n'ai pas les parties des cliniques, chacune partie. La partie de l'Oula Radaroua, le groupe de l'Aya, ou Hiba, l'Alaoui. Normalement, il y a le groupe de l'Aya. Partie 2, bien sûr, Taïa Daroua, concernant majeur et mineur et les Rambedadaba, les extrêmes. Ou bien sûr, partie 3. بارتي 3 راه كاين اللي غيقراها بريزونسيال، ولكن جو بريفير انني نديرها ا ديستانس. علاش؟ باش ملي ندخل ان شاء الله جودي و سامدي ندير معاكم بيان سور الكوريكسيون ديال الدوفوار. كوريكسيون ديال الدوفوار بيان سور غنديرها بريزونسيال، وغادي نديرها نورمالمون حتى ا ديستانس، يعني بجوج، على اساس ان السيمانه الجايه ان شاء الله، يعني ابارتيغ نورمالمون السيمانه الجايه، يعني لو 12 13 14 بيان سور غنديرو لي كونترول، يعني كونترول الثاني وكونترول الثالث، لان السيمانه الجايه بيان سور هي الكونترول الثاني ولا الثالث، اولا ممكن مثلا نديرو الثاني السيمانه الجايه، وبالنسبه للثالث نديروه لو 12، يعني نديروه بعد، يعني نورمالمون السيمانه الجايه، دونك الثالث، دونك السيمانه الجايه غنديرو الثاني والثالث غيبقى لنا هنايا حيت هادي اخر سيمانه، دونك انا خصنا ندير، يعني نديرو يا 18 يا 19، هادو هما بجوج، يعني نقدر ندير معاكم كاع 18 19، هذا الثالث. وبيان سور الرابع نورمالمون النوت ديالو غيكون دوفوار نورمالمون ليبغ ا ديستونس، صافي. المهم هادشي غادي نهضرو عليه من بعد. حنا دابا خلنا نورمالمون نكملو لابارتي ديال ليتود ديالنا. فين بقينا المرة اللي فاتت؟ كنا بقينا في لابارتي ديال comparaison de deux fonctions درناها. comparaison de deux fonctions, fonction majorée et fonction minorée. Très bien. Alors, fonction majorée, fonction minorée, sinon il y a fonction majorée ou sinon il y a fonction bornée. Donc, fonction majorée, il existe واحد réel كبر من la fonction, quel que soit x appartient à df. Ou minorée, هي الا كان ال اكزيست واحد الغيال صغر من لا فونكسيون، وبورني هي ماجوري ومينوري، يعني ال اكزيست واحد الغيال كبر من الفونكسيون، ال اكزيست واحد الغيال صغر من الفونكسيون. الوغ كيفاش كنبينو بيان سور هاد كيفاش كنبينو هاد لو جونغ ديال ليكاسيون؟ بيان سور بالكومباريزون. اذا مثلا خدينا هاد الفونكسيون وقالوا لنا مونتري كو لا فونكسيون ماجوري باغ 3، دونك خدينا هاد الفونكسيون. Donc la question c'est, alors montrer que f est majoré par 3 sur r. كاين واحد المشكل هنايا الدراري بزاف. دابا حنا نورمالمون باش نطرطق لكم القرطاس من الاول باش بنادم ما يبقاش من الاول، هي فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمم تقريبا بحال بحال، يعني هذه حتى هي تقدر تكون فالور ماكسيمال وهذه تقدر تكون فالور مينيمال، غير شنو الفرق بيناتهم؟ وهذه واش تقدر تكون عندها اونتيسيدون، يعني واش نقدروا نكتبوا ان على شكل اف ديال اكس زيرو. اذا لا توفقنا اننا نكتبوا هذه على هذا الشكل، دونك هذه كتولي فالور ماكسيمال، ولا توفقنا باش نكتبوا هذه على هذا الشكل تتولي فالور مينيمال، صافي. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. الوغ لا كيستيون ديالنا كيفاش غنبينو؟ غنديرو كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، دونك اف لي اكس موان 3. بيان سور هاد لا كيسيون كيفاش كنوريو نبينوها للوليدات بالكومباريزون، يعني هادي 2 اكس او كاري بلس 3 على اكس او كاري بلس 1 موان 3. تري بيان. اذا الا كانوا شي كيسيون صيفطوهم لنا في الواتساب باش يمكننا نجاوبكم عليهم. الوغ موان 3 اكس او كاري موان 3، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، دونك اف لي اكس موان 3 هي هادي، هي موان اكس او كاري، وهادي مع هادي مشات، دونك كتبقى. اذا كي داير لو سين ديال هادي؟ بيان سور لو سين ديال هادي اي لي نيجاتيف توجور. علاش؟ حيت هادي اصلا او كاري وهادي اصلا بوزيتيف. اذا انا خصنا نقولوها، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، اكس او كاري بلس 1 كي داير لو سين ديال ستريكت والاخرى elle est négative. D'où, donc quel que soit x appartient à R, donc f de x, elle est inférieure
أدخل يعني راه F اي ماجوري باغ 3 فين سوغ R. تخي بيان. بالنسبة للمينوري سي لا ميم شوز. كون كانت F مينوري باغ 3 كنت غندير F لي X موان 3 خصها تخرج ليا بيان سوغ تخرج ليا بوزيتيف. يعني راه لا ميم شوز بالنسبة لي اللي فهم ماجوري راه يفهم مينوري. بيان سوغ أنا غادي نعطيكم ليكزومبل ديال مينوري. ها هي دونك ها هي مثال ديال مينوري سي لا ميم شوز. لا ميم شوز انا غنسميهم هنايا يعني ما كاينش فرق بيناتهم ماجوري يعني راه سي لا ميم شوز يعني نورمالمون حتى هي اف لي اكس موان 2 والفرق جاتنا هذه دونك هذه كيدير لو سين ديالها الي بوزيتيف دونك اف لي اكس اكبر من 2 يعني راه مينوري بويسكو الي مينوري وماجوري نقدروا نقولوا لها واحد السميه دونك نجيبوها هنايا نقولوا بورني دونك ملي كتكون مينوري وماجوري كنقولوا نسميوها بورني لا يرضي عليكم هادشي بغيتو تكتب في الكاي ديال الكور واخا المساله الثانيه دونك شنو هي الانتربريتاسيون جيومتريك ديال ماجوري او مينوري الوغ ملي كتكون فونكسيون ماجوري الوغ تيكون لا كوب ديالنا ريبريزونطاتيف ديال اف او دوسو ديال واحد لا دروات اوريزونتال دو ليكواسيون اي ايغال ا ام او دوسو هي تحتها ملي كتكون صغر ها هي اي ايغال ا ام دونك في هاد الحاله اف لي اكس صغر من ام دي غون ام بيان سور هنايا نورمالمون في لو كا ديال دونك مينوري كتكون اف لي اكس كبر من واحد ام دونك هذا هو المعنى ديالها غرافيكمون اي غال ام هو هذا لا كادغوات اي غال ام كو كان هذا تيتوشي هاد لا دغوات غيولي اكستريميم دونك شنو هما لي زيكستريميم هي الفالور مينيمال و الفالور ماكسيمال هادشي علاش ديما عندنا مشكل هنا واش ندير او ايغال و هادي دونك على حساب نورمالمون بويسكو لا كنا متاكدين انه ما كيدوش بلا ندير او ايغال يعني اصلا راه ما كيتقاطعوش يعني نديرو ستريكتو مي انت شوف لا كيسيون اللي عطاك الاستاذ عطاك مينوري ولا ماجور فيها او ايغال خدمه كيما عطاوها لكم حيت ما كنعرفوش ان هذيك الفالور ماجور ولا مينوري بوتيتر تقدر تولي فالور ماكسيمال اي فالور مينيمال عندنا واحد البروبوزيسيون الاخوان حتى هي البروبوزيسيون الثانيه ديال لا فالور ابسولي هذه كنخدموها في لي فونكسيون تريغونوميتريك حيت لي فونكسيون تريغونوميتريك يقدروا نورمالمون اونكادريوهم بلا فالور ابسولي كما عارفين هذه القضيه اذا مثلا كتعرفوا ان مثلا ناخذوا هذه الفونكسيون كوسينوس اكس بلس مثلا ديفينيسيون ار الو كتعرفوا ان كوسينوس اكس Il est compris entre 1 et moins 1. Donc la valeur absolue du cosinus x qui est là, c'est moins 1. Donc on sait cette question. Oui, mais nous, bien sûr, nous devons nous aller plus 1. Donc nous devons dire cosinus x plus 1. Donc nous devons plus 1, nous devons dire 0 ou 2. Et déjà, هاد زيرو راه كبر من موان دو اذا غتولي موان دو كوسينوس اكس بلس ان يعني شنو يعني راه اف الي كومبري اونتر موان دو اي دو يعني راه لا فالور ابسولي ديال اف صغر من جوج وهادي كتعني اف اي بورني سور يعني حيت فيها لا فالور ابسول هي طيب يعني ولكن ما كتصدقش ديما يعني سي اون كا بارتيكولي يعني نورمالمون في لي بارتي اونتيي ولا في الوغ بالنسبه للبارتي اونتي بيان سور عندكم في الامتحان التالت دونك داكشي علاش تجي دي كومبوزي لي فونكسيون بيريوديك نديروهم بوحدو واخا الاخوان دونك ندوزو لا بارتي ديال لي زيكستريميم الوغ لي زيكستريميم شنو هما فالور مينيمال اي فالور ماكسيمال دونك اكستريميم ديال فونكسيون دونك هي هادي الوغ عندنا اف لي اكس غير من اف لي اكس دونك اي سابيل فالور ابسولو ماكسيمال ابسولو الوغ شنو الفرق ما بين ابس دونك شنو الفرق ما بين فالور ماكسيمال ابسولو و غولاتيف الوغ بالنسبه لابسولي كتكون كيلكو سوا اكس ابارتيان دي اف يعني هي اللي كبر من الداله
ولكن نورمالمون ملي كتكون غولاتيف تتكون غير في واحد الانترفال، حيت ملي كتكون هادي اف لي اكس مثلا صغر من واحد اف لي اكس يعني بوتيتر كاين شي انترفال اخر ياك اف صغر منه، يعني صغر من داك عندها فالور ماكسيمال واحده اخرى. اذا ملي كتكون اف عندها فالور ماكسيمال واحده اخرى بوتيتر هذيك فالور ماكسيمال تقدر تكون ماشي هي الكبيره، داكشي علاش كنسميوها غولاتيف. ملي كنقول لك ابسولو يعني راه هي اللي كاينه مطلقه، يعني قيمه مطلقه ملي كتكون هي اللي كاينه. شنو كنديروا هنا في الكونتيفيكاتور؟ كنديروا كلك سوا اكس ابارتيان ا دي اف. ملي كتكون غولاتيف كنديروا كلك سوا اكس ابارتيان اي. وبيان سور هذا السؤال الاخوان حتى هو نفس الطريقه كيتخرج باش. دابا انت غولاتيف ولا ابسولو باش نعرفوه من طابلو، يعني مثلا عطاونا مثلا واحد، شوفوا معايا هاد ليكزامبل، مثلا عطاونا الطابلو ولا من الرسم، يعني انت دابا ما غاديش تعذب راسك ولا شي حاجه تبقى. اذا مثلا مشينا شفنا هاد ليكزامبل، الوغ شوفوا معايا هاد ليكزامبل هذا، دونك نديرو اكزامبل. الوغ مثلا هنايا شوفوا معايا عندكم هادي فالور ماكسيمال وهادي فالور ماكسيمال، صافي. دونك هادي فالور ماكسيمال وهادي فالور ماكسيمال، هادي 4 راه ما بايناش مزيان، وهادي 2 وهادي 3 وهادي 1 مزيان، وهادي فالور مينيمال حتى هادي فالور مينيمال، ولكن اف لي اكس ان فالور مينيمال ابسولو. دونك علاش داروا ابسولو؟ حيت هي صغيره، و اف لي اكس 3 فالور مينيمال غولاتيف، وبالنسبه لاف لي اكس 4 راه فالور ماكسيمال غولاتيف، حيت اف لي اكس 2 فالور ماكسيمال ابسولو. اذا ملي نقولك ابسولو ولا غولاتيف نورمالمون ابسولو راه هي الكبير، غولاتيف فالور ماكسيمال ولكن كاين كبر منها. هذاكشي علاش نورمالمون حتى في الديفينيسيون ملي كندير كلكو سوا اكس ابارتيان ا دي اف يعني راه هي الكبيره، ملي كندير اكس ابارتيان ا اي يعني راه نورمالمون بوتيتر هي الكبيره او لا كاينه شي واحده اخرى اكبر منها، صافي. فهمتوا دابا المساله هذه؟ وبالنسبه لا فالور ابسولو الفالور دونك فالور مينيمال وماكسيمال بيان سور راه سون ديزيماج، يعني كاينين فلاكس ديزوردوني، يعني ملي كنقول فالور ابسولو مثلا ماكسيمال اي مينيمال اون اكس 1، اذا نفرقوا ما بين هذه المساله. الا قال لك شي واحد مثلا مونتري كو اف ادمي فالور ماكسيمال اون 1 راه خاصك تمشي تحسب ليماج ديال 1 وعاد كومباري مع الداله. غنشوفوا اكزومبل مثلا هنايا، شوفوا معايا هذا المثال. مثلا ناخذ لا فونكسيون، ومثلا هنا ناخذ لا كيسيون، ندير عفاك هاد الكيسيون لان التلامذ ما يفرقوش ما بين هاد الحاله هادي، وداك الشيء علاش نورمالمون خصني نخدم على هاد ليكزومبلير ديالكم باش الامور تكون واضحه. الوغ سوا ادوغ مونتري كو اف ادمي فالور ماكسيمال ابسولو هي اللي غتكون اون ان. دونك عطاونا لابسيس هاد الدراري، اول حاجه خصنا ندير خصني نمشي نحسب ليماج ديال ان هي واحد على جوج، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان ا دي اف، بيان سور دي اف راه هي ار، دونك اف لي اكس موان اف لي ان هي اكس على اكس او كاري زائد واحد ناقص واحد على جوج. غنوحدو المقام دونك هادي غتولي دوز اكس وهادي موان دو، دونك هادي ان، دونك موان اكس كاري موان زان، دونك اف لي اكس موان اف ديال ان ايكال بيان سور هاديك اللي في النيميغاتور راه بوتيتر تقدر تكون ايدونتيتي روماكام، بيان سور الا عملت بناقص غتعطينا ايدونتيتي روماكام اكس موان زان. الوغ كي داير لو سين ديال هادي؟ بيان سور نيجاتيف، دو كيلكو سوا اكس ابارتيان ا دي اف، اف لي اكس صغر من اف ديال ان. الوغ شنو المعنى ديال هادي؟ يعني اف ادمي فالور كي دايره ماكسيمال ابسولو هي اللي كاينه اون ان، نقدروا نعرفوها اي ان دومي، يعني فالور ماكسيمال هي ان دومي. واخا الوليدات دابا هاد المثال هذا ديالاش؟ هذا ديال فالور ماكسيمال. فالور مينيمال سي لا ميم شوز، الفالور مينيمال بيان سور كتكون صغر من الداله، يعني الا خدينا مثال واحد اخر ديال فالور مينيمال
سي لا ميم شوز. وباش كيعجب لي كتاب دراسي بيان سور نورمالمون راه داير ليكم حتى الفالور مينيمال. انا غادي نكتب لكم المثال اللي بغيتو تخدموه ديال الفالور مينيمال، غتكون فالور مينيمال اون موانز دونك موانز غتكون موانز ايماجين موانز اصلا موانز دومي، يعني راه غتكون فالور مينيمال سي موانز دومي. دونك ها هو المثال ديال فالور مينيمال. اذا الفالور مينيمال في هذه الحاله هي موانز، راه داكشي علاش حنا دارو البلوس حيت المو مع المو هي بلوس. اذا صافي دونك راه هي اف لي اكس كبر من موانز، وفين هاد الفالور مينيمال في اون موانز. وبيان سور حتى هي ابسولو حيت هي اللي كاينه، حيت كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار. صافي دونك هادشي اللي كاين ما بين فالور مينيمال و فالور ماكسيمال. كيبقى هاد الغومارك هادي مهمه بزاف، هادي كيفاش نقدروا نحولوا فالور ماجوري و فالور مينوري، نقدروا نحولوها ل ل ل ل الفالور ماكسيمال فالور مينيمال. هادي راه كتكتبها للتلاميذ. دابا مثلا ملي كتكون مثلا ملي كتكون عندنا مثلا هادي فالور مينوري، الا بغيت رد هادي فالور مينيمال، الا درت اف لي اكس 0 ايكال ام ولقيت عندها اونتيسيدون، دونك راه تقدر تولي هادي فالور مينيمال. بحال هاد المثال هذا اللي هنا، بحال دابا مثلا دابا هنا التلميذ دابا انت بينتي انها مينوري باغ موان زا دومي. دابا هنا يجي الاستاذ يقول لك اسكو موان زا دومي مثلا ايتون فالور مينيمال، اي غتمشي دير ليكواسيون اف دو اكس ايكال موان زا دومي وغتحلها غتلقى السوليسيون هو موان زان، يعني موان زان دومي غتلقى عندها اونتيسيدون اللي هو موان زان. اذا غتولي هذا هو لي كون لي دو كونديسيون. الا كانت هاد ليكواسيون عندها اونتيسيدون وهادي يعني تقدر تولي نورمال. دونك كيما كيقولوا هنا نو جامي كونفوندر ماجور اي ماكسيموم دون فونكسيون، لا ماكسيموم دون فونكسيون اي اون ماجورون كي ادمي ان اونتيسيدون، يعني نورمالمون ماكسيم فالور ماكسيمال سي ان ماجورون كي ادمي اونتيسيدون، و فالور مينيمال سي ان مينورون كي ادمي ان اونتيسيدون. يعني الا بغيت ترد فالور مينيمال ماجورون ردو فالور ماكسيمال خاص يكون لي اف دو اكس ايكال ام عنده اونتيسيد. اذا عقلوا على فكره السؤال راه نقدر نديرو في الامتحان، نقول لك مثلا مونطري كو اف لي اكس صغر من ام، ومن بعد نقول لك اسكو نورمالمون هاد الفالور تقدر تولي بيان سور نورمالمون تولي. هادي غيكون في الامتحان الثالث داكو. واخا هادشي راه خصكم تقراوه نورمالمون، حنا ما تنقراوش الامتحانات، كنقراو على المساله ديال واخا الاخوان هاد لابارتي هادي ديال لي فونكسيون يوزوال راه نورمالمون صيفط لك صيفطها لكم. هادي اللي كانت بقات لنا في بيان سور في الكور ديالنا، ونورمالمون هادو راه درناهم في الاول العام. هادي راه فونكسيون بولينوم كيفاش كنديروا الطابلو ديالها. دونك هاد المساله راه كنا هضرنا على هادو في الاول العام، فونكسيون هاي فونكسيون بولينوم طابلو دو فارياسيون ديالها. الريبريزونطاسيون ديالها تيكون بارابول اورينتي فيغ لو، الا كان ا بوزيتيف و الا كان ا نيجاتيف، و السومي ديالو هي موانس دو ام اف موانس. هادشي راه درناه في الاول العام في الريفيزيون، وهادشي راه قريتيه في السانكيام، يعني راه ماشي شي حاجه، يعني الرسم راه خصك تكون تتعرف دير هادشي. وكنت وريتكم لا ميثود ديال الكالكولاتريس بور تروفي لي بوين. الناس اللي واجدين اللي باينين هذا مثال. دونك الا خدينا هاد الفونكسيون هادي، هاد الفونكسيون هادي راه ليكزومبل، هي فونكسيون بولينوم طابلو ديالها كيفاش غنحسبو، هي موان بي سيغ دو ا، موان بي سيغ دو ا هي ان، و ليماج ديال ان هي موان دو، طابل فارياسيون واحد. وبالنسبة للبارابول احتاجينا ثلاثة نقاط كافيين باش تحسبو مزيان، هي ثلاثة نقاط عندك هذا 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 السومي و بوان ا غوش و بوان ا دغوات، الوغ كيجينا بارابول مزيان. ها هو لا كوب غوبريزونتاتيف ديال الفونكسيون ديالنا داكوغ. اذا هاد المساله عافاك خدوها، عافاك خدوها مزيان، لان نورمالمون راه عندكم في الامتحان ريبريزونطاسيون ديال لي فونكسيون يوزوال. اذا كيما درنا هنا الرسم، انت كتشوف معايا هنا لي بوين تاع دو ان، ليماج ديال دو ان هي هادي، انت ليماج ديال دو ان، ليماج ديال زيرو هي دونك ان زيرو هي ان، والسومي هي موان زان دو. مي صافي كافيين ثلاثه نقاط، ها هما ثلاثه نقاط، وبويسكو ا بوزيتيف دونك يكون اوريونتي فيغ فيغ لو هو داكوغ. بالنسبه لوريونطاسيون ديال البارابول ندوزو للثانيه. دونك شكون هي الفونكسيون الثانيه؟ فونكسيون هوموغرافيك حتى هي قريتوها العام اللي فات بيان سور. غادي فين الدومين ديالها؟ هي ار بريفي ديال موان دي سور سي، ولي فارياسيون ديالها كنخرجو دلتا، كنديرو ا بي سي دي، ويلا كان دلتا بوزيتيف كتكون ستريكتومون كرواسونس، ويلا كان دلتا نيجاتيف تتكون كان دلتا بوزيتيف ستريكتومون كرواسونس، دلتا نيجاتيف ستريكتومون ديكرواسونس. مزيان. دونك هادشي لان دابا هاد المساله انا في الامتحان غنجيني نعطيك فونكسيون هوموغرافيك بحال هادي مثلا، نديرو اكزومبل
انا عطاك بحال هادي اكس بلس ا اكس موان زا، انت خصك تكون عارف الدومين شنو هو الدومين، هو ار بريفي فين كيتانيول المقام اللي هو واحد، ودلتا شنو هو دلتا واحد 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 موان زا هي موان زا موان زا هي موان دو، بويسكو دلتا نيجاتيف دونك غيكون طابلو، دونك اكس اف لي اكس موان انفيني بلس انفيني راه دو نون ديفيني في الان، دونك غتكون ديكروسونس ديكروس صافي. دونك هادي او نيفو ديال الطابل دو فارياسيون. او نيفو ديال الغوبريزونطاسيون بيان سور غرافيك غيكون عندنا جوج حالات الدراري، غيكون هذا كيتسمى ايسابيل هيبربول. دونك ليبربول نورمالمون شنو هما الحوايج اللي مهمين في ليبربول، شنو هما الحوايج اللي مهمين وبنادم ما تيعرفش يديرهم؟ بيان سور هو لا سامتوت فيرتيكال ولا سامتوت اوريزونتال. بالنسبه لا سامتوت فيرتيكال ولا سامتوت فيرتيكال، اسامبت اوريزونتال هذا فيرتيكال سي موان تي سور سي، وهذا ا سور سي كتحسبوا. دونك نعطيكم مثال، مثلا عندنا الفونكسيون هي اكزومبل، ناخذوا ديك الفونكسيون اللي درت قبيله اللي هي اكس بلس على اكس موان زد. علاش اكس؟ باش حيت ضروري نعرف لي فارياسيون اكس بلس على اكس موان زد. الوغ سي دو اف هيبربول de centre oméga moins d sur c moins d sur c هي واحد، هي فين كيتقال لنا المقام ا سور سي هي واحد على واحد، اي دا سامتو دونك اكس ايغال 1 ايغريك ايغال 1 كي باس بار لي بوين. الوغ الطريقه باش تلقى لي بوين راه غادي نصيفط لكم واحد الفيديو ب في النيت بطريقه ديال الكالكولاتريس. دونك كنمشيو للكالكولاتريس كندير مود طابل كنكتب لا فونكسيون، فونكسيون ديالنا هي الفا دونك اكس بلس ا على الفا اكس موان زد. دونك الكالكولاتريس كدير لك ستارت، دونك كدير لك نورمالمون ستارتي باش بغيتي تبدا. بيان سور خصني نعطيها مثلا موان 5 بركه موان 5 و 5 صافي، وكدير ايغال وكتعطيك لي زيماج. مثلا تعطيك موان 4 0.6 ما ناخذهاش، ناخذ مثلا موان 3 اللي هي 0.5 موان 2 0.33 موان 1 سي 0 0 سي موان 1 1 سي اور لان اصلا ما معرفاش 1 2 3 3 سي 2 بركه. دونك هادو لي بوين كاملين بركه علينا. واخا الله يرضي عليكم هادشي راه شوف راه الغوبريزونطاسيون في الامتحان اللي هي 3 بوين ولا 4 بوين، باش نقول لك انا شنو كاين يعني نورمالمون خصك ترسم مزيان، لان الا ما رسمتيش مزيان بيان سور ما تجاوبش على الكيستيون ديال ريزوليسيون غرافيك. وديما على فكره الا بقيتو عاقلين راك قلتها لكم على ان الغوبير ديما خصك دير الطول قد العرض باش يكون عندك غوبير اللي هو ناضي. دونك هكا مزيان اسامبتوت فيرتيكال دونك اكس ايغال 1 دونك نديرو لو نو هذا داخل ها هو اكس ايغال 1 و هوريزونتال دونك هو ايغري ايغال 1. دونك انا نكتبهم حداهم حدود المسطره، دونك هادي ايغري ايغال 1 وهادي اكس ايغال 1. بيان سور قبل ما نبدا الرسم نقاد الغوبير ديالي عفاك، لان خص يكون تكون لا سيميتري مزيانه. واخا المرحله الثانيه اصدقائي الاعزاء وهي غادي نمشيو لي بوين، قلنا موان 3 الوغ موان 3 سي 0.5 دونك موان 3 دونك هي موان 1 موان 2 موان 3 هنا قلنا عاوتاني موان 1 0 0 موان 1 2 3 2 3 3 2 تقدر دير هاد لي بوين ودير لهم سيميتري ماشي مشكل. كاينه 5 1.5 ولكن بركه علينا هادو صافي لا كوب ديالنا غيكون داير بحال هكا. دونك يدوز من هادي حتى هي ويدوز من هنا ويتبع لا سامتو تري بيان، عاوتاني جاي من لا سامتو ديالنا وغيدوز من هاد لو بوين وهاد لو بوين تري بيان مانيفيك. ما خصوش يقيس عفاك هاد لا سامتو، دونك نحاول نعاود
غادي كيقرب ليه ولكن ما كيقيسوش. تري بيان، هذا شنو هو سي دو اف. اذا لا توفقتوا الدراري ترسموا هاد لي بيربول راه مزيان، وبيان سور خاصكم تدربوا على انكم ترسموا لي بيربول والبارابول ميم ميم روبير. الوغ الا توفقتوا انكم ديروا هاد العمليه راه ان شاء الله غتكون الامور مزيانه وزوينه. واخا اون باس فونكسيون دوزيام فونكسيون. دونك هذا اكزومبل تا هو غادي نعطيه لكم باش تجربوا راسكم في الريبريزونطاسيون فيه. غادي نخليه لكم تا هو في الكور في البي دي اف ديالنا تا هو يساعدك باش يمكن لك تجرب راسك عاوتاني في الريبريزونطاسيون واش ناضي ولا ما ناضيش. طابلو والريبريزونطاسيون نخليه لكم تا هو يكون عندكم في الرسم. سي بيان، دونك انا نخلي لكم هنايا اكزومبل 2. سي بيان واخا. الوغ دابا غندوزو الفونكسيون الثانيه. دونك فونكسيون الثانيه هادي واقيلا جو بونس جديده ما درتوهاش العام اللي فات، وهي فونكسيون ثوازيام دوغري. الو حدو راسكم على فكره ثوازيام دوغري حتى هي نقدر نديرها لكم. الكلمات اللي ما كتعرفوش نورمالمون لي فونكسيون اللي غادي تكون عندكم في الامتحان، يعني تقدر تكون عندكم ا بيسونس 3، تقدر تكون عندكم غاسين، هادي نورمالمون ساهله. هادي نورمالمون على حساب ا، الا كان ا بوزيتيف تكون كرواسون، الا كان ا نيجاتيف تكون ستريكتومون دي كرواسون. ولا كوب ديالها سي دومي بارابول سيميتريك بارابول، لان هاد فونكسيون اصلا سي فونكسيون اللي هي امبير، يعني راه دومي يعني لا كوب ديالها اللي تري فاسيل. وتا نديرو اكزومبل. الو اكزومبل، لان نورمالمون الهضره في شكل والواقع في شكل. مثلا هنا نديرو واحد على جوج اكس و 3. دونك اصلا كيدير واحد على جوج الي بوزيتيف، دونك طابل دو فارياسيون ديالها راه ساهل. دونك راه اكس اف لي اكس موال انفيني بلس لانفيني، دونك الي ستريكتومون. مي انا خاصكم عافاك ديما تستولفوا انكم تزيدوا هادو احسن. دونك راه جايه من موال انفيني غدا البلس لانفيني، جايه من التحت وطالعه الفوق صافي. دونك يعني تزيدوا هاد المساله هادي، اصلا هنا راه موال انفيني وهنا بلس انفيني، وهنا بيان سور هنا شنو عندنا بلس انفيني وهنا موال انفيني. يعني راه خاصك تعرف ان هنا راه جايه من بلس انفيني وغابطه لموال انفيني. هادشي حيت غنطلب منكم ليماج ديال انترفال غرافيكمون، خصنا نديروها من هنا. هادو تا هما بلاتي نرجعوا ليهم. هادي لا، هادي غادا الايغريك، هادي غادا فين غادا؟ هادي غادا ا سور سي وجايه من بلس لانفيني. هادي حتى هي غادا بيان سور غادا موال انفيني هابطه، هادي غادا موال انفيني وهادي غادا ا سور سي. يعني هنا شنو غيكون صديقي بلاتي نرجعو هنا، هنا ا غتكون ا سور سي وهنا ا سور سي، وهنا بيان سور بلس لانفيني وهنا موال انفيني. هنا موال انفيني بتشوف هابطه ديما، هنا ا سور سي ا سور سي. واخا نمشيو نشوفو الاخرى حتى هي شنو غنديرو ليها في الطابلو ديالها. بيان سور هادي جايه من بلس لانفيني وطالعه بلس لانفيني، وهادي جايه من موال لانفيني وهابطه لموال لانفيني. يعني شنو غيكون هنا صديقي؟ هنا موال لانفيني موال لانفيني، وهنايا بلس لانفيني بلس لانفيني. سي ميو انكم تكتبو مع كعفك، لان غادي نطلب منكم ليماج ديال الانترفال من بعد في الكومبوزي. واخا الرسم 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 عاوتاني الرسم عاوتاني غادي يكون خاصنا بيان سور لي بوين. ما غاديش نطلب بزاف ديال لي بوين اصلا، لا كوب ديال هادي الي تري فاسيل ما فيهش شي حاجه بزاف. ليماج ديال جوج، دونك نديرو مثلا ليماج ديال جوج غتعطينا 8 هي 4. دونك ها هي، دونك جوج هي، دونك جوج غتعطينا 8، 8 على جوج هي 4. وليماج ديال موان 2 حتى هي غتعطينا موان 4 صافي. اصلا راه دومي بارابول، دونك غيكون سيميتريك بارابول او، يعني راه يكون بوان وحده كافيه باش ترسمها. وهذه حتى هي غيكون داير بحال هكا. بغيتي تزيد لي بوان بزاف ما عندناش مشكل، هذه هي سي دو اف. على اصلا علاش درت كرواسونت؟ لان اصلا ا ان دومي الي بوزيتيف. اذا لاحظتوا هاد الفونكسيون هادي راه ظريفه ما فيهاش مشاكل، حتى اللي موراها والاخرى ديال الايغاسيونيل اللي ديال الغاسين هاديك حتى هي طري فاسيل. هادي راه عندكم اكيد في الامتحان، وعطيتها لكم في الدوفوار، عطيتها لكم في الدوفوار ليبر، يعني راه عطيتها لكم في الدوفوار ليبر صافي. دونك هادي راه عطيتها لكم في الامتحان.
ونورمالمون راه عندكم في دوفوار ليه. اذا هذه ديما الي توجور بوزي توجور كرواسون. عندنا على حساب الريبريزونطاسيون ديالها على حساب ا فين جات، راه كاين هنا جوج حالات، الا كان بوزيتيف تيكون كبر من لاكس ديزابسي، الا كان يكون قبل منه، دونك على حسب الحالات. دونك الطاب دو فارياسيون مو ا بلس لانفيني، واصلا عندكم غير هاد الحاله، وهنا تيكون دومي، هذا راه دومي بارابول اورينتي فيغ لاكس ديزابسيس، يعني نورمالمون راه لورينتاسيون ديالو فيغ لاكس ديزابسيس. نديرو 200، نديرو 200 باش نفهمو، نديرو 200. دونك اف لي اكس مثلا غاسين اكس موان زا، الوغ الدومين هي موان ا بلس انفيني. ا شكون هو ا؟ هنا هو واحد، موان زا هي غتكون ان بلس انفيني. طابل دو فارياسيون سي تخي سامبل، دونك اكس اف لي اكس تنديرو هنا موان ا لي هي واحد، وهنايا ولدي ديما زيرو بيان سور. هنا طالعه طالعه فين؟ طالعه بلس انفيني، غنحتاجو عفاك هاد القضية ديال طالعه بلس انفيني. واخا بالنسبة للغوبريزونطاسيون نورمالمون سي دو اف ما عندوش سمية، المهم نقدرو نقولو سي دو اف دومي بارابول اورينتي فيغ لاكس دي زابسيس، و نورمالمون لي بوان. دابا هنا عندك عينك ميزان، بعدا ليماجي الواحد راه هي زيرو، مثلا دو هي ان، ما ديرش تخوا، تخوا تعطيك غاسين دو دو، اذا ممكن دير خمسة. علاش خمسة؟ هي اللي غتعطيك غاسين ديال ربعة اللي هي جوج. اذا شفتو كيفاش دابا خصك تكون نورمالمون، اولا دير الكالكولاتريس باش تكون عندك الامور مزيانه في او نيفو ديال الغوبريزونطاسيون. الوغ غنحتاجو حنا غير لابارتي بوزيتيف، دونك توجور ملي كنبغي نرسم ديما نشدد على هاد المساله ديال 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 الغوبير. الوغ ها هي واحد زيرو دو ان، ها هي دونك هادي دو تخوا كاتر سانك، سانك شحال؟ جوج. وي الوغ ها هو ريبريزونطاسيون، غادي وكيطلع غادي طالع بيان سور لانفيني، دونك في غادي غادي البلوس لانفيني. تري بيان، خصو يكون قدو قد المعنى، صافي. هذا هو الريبريزونطاسيون غرافيك ديال الحالة الرابعة. إذا هاد الشيء الإخوة الله يرضي عليكم، هذا هو لابارتي الثانية اللي بقات لنا بالنسبة باش ندوزو لي فونكسيون بارتي أونتي اللي هي الفونكسيون بيريوديك. هاد لابارتي غنخليها بيان سور حتى الفيديو الرابع، لان غنمشي ندير لكم الكومبوزي دشفناه في لي زابليكاسيون، كومبوزي ماشي شي حاجه جديده، وغادي ندير لكم لي فارياسيون ديال الكومبوزي. الفيديو اللي الثالث هو اللي باقى لي جروب جوج، على اساس ان شاء الله نورمالمون غادي نلتحق غنصحح الدوفوار الثاني نورمالمون، وغادي ندير لكم فيديو ديالو على اساس انكم دوزوا امتحان الثاني ان شاء الله. دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا في هذه المساله، لان نورمالمون ما غاديش نفوتوا شي حاجه من غير هادشي. شكرا لكم و بالصحة والراحة.